السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالغ الأهمية لمسألة الانتقال بالاقتصاد الجزائري من نظام كلاسيكي ريعي يرتكز على النفقات العمومية، بل على النفقة العمومية كمحرك أساسي للاقتصاد وللنمو الاقتصادي، وكذا المحروقات كمصدر واحد ووحيد للدخل بالعملة الصعبة، إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة أخرى وعلى اقتصاد للمعرفة تكون فيه المؤسسات الناشئة القاطرة التي تقود هذا الانتقال، وفاعلاً أساسياً في دفع عجلة التنمية وتعزيز الآلة الإنتاجية الوطنية.